نحن الخيط الرابط الذي يخيط الجروح، جاعل الأجساد أقوى ذات الأرواح الحرة. تلك التي تنمو منها أذرع كثيرة لتحمي وتهدئ، فتتفتح وتمتد بدون حدود أو مقاييس، فتتلامس وتتشابك نسج شباكا متماسكة لكي لا تقع أي واحدة منا، لكي لا نصير ضحايا مرة أخرى. نحن الوعاء الحامل أين لا تنقص التغذية، نحن المصدر المقدس من حيث تتدفق الحياة. حين ننجب الأطفال، حين نهدي الابتسامات، حين نوفر الجسد لإنقاذ أرواح أخرى. حين مواجهة الظالم نغني كلنا متحدان، لن نصمت أبدا، لن نترك وحدة منا وحيدة، لا وحدة منا أقل ولا وحدة منا أكثر، نحن الفرد نحن الجمع.